معينا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامج تي تايم، حلقة خاصة جدا. معكم هاني موعد من خلف المايك، وأيضا عمر حمارني. أهلا وسهلا فيكم، وأيضا معنا مشهور أيضا على هندسة الصوت. اليوم مستمعينا حلقة خاصة جدا، بدنا نستضيف فيها الكاتب السوري والمفكر السوري خيري الذهبي، وهو روائي ومفكر سوري من مواليد دمشق عام 1946. بدنا نستضيف اليوم بمناسبة توقيعه لكتاب ومحاضرات في البحث عن الرواية. يتجول خيري الذهبي صانع الحكايات الأخاذة هذه المرة في بساتين الفكر والتاريخ والثقافات الأخرى البعيدة منها والقريبة، فاتحا باب مختبره الروائي على أوسع أبوابه، ذلك المختبر الذي تطبخ فيه أساطير بلاد الشام برفقة تاريخ الإنسانية والحكايات الشفوية ومرويات البسطاء وكوابيس الحالمين والجغرافيا المتأرجحة للساسة عبر العصور، جنبا إلى جنب مع ذخيرة مثيرة جدا من درر الأدب العالمي عبر اختيارات متأنية ومنسقة ضمن أنصاق تقودنا إلى فهم آليات عمله في إنتاج ذلك المخلوق العجيب المسمى رواية. طبعا أكيد بدنا نسعدنا نستضيف المفكر السوري خيري الذهبي، وأيضا بيسعدنا نستضيف أيضا الإعلامي الأردني محمد جميل خضر أيضا لوجوده معنا بهاي الندوة. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا فيكم. طبعا محمد جميل خضر قدم الأستاذ خيري بتوقيع الكتاب، فكمان أقدر على الحوار وال المناوشات خلينا نسميها اللي راح تصير هلا. ممتاز. هلا استاذ خيري اهلا وسهلا فيك مره تانية. اهلا بك يا سيدي. مبدئيا الف مبروك، وهذا انت بلشت بالتوقيع، بلشت القصه بانه فاجأك فيه هذا الموضوع، ابنك فارس الذهبي، مزبوط؟ نعم. هلا المفاجأة بتعني انه هو اللي جمع هذا الحكي، بس هذا الحكي موجود بالاساس، انت كنت محتفظ فيه طبعا، محاضرات ايه يعني انت محتفظ فيه من مركز واكثر من مكان واكثر من مدينة واكثر من دولة. هلا برأيك قديش اهمية تجميع كل هذا بكتاب؟ اولا حفظه على الزمان، يعني هلا ما عاد يضيع، عرفت شلون؟ ولو بقيت نسخة واحدة ممكن اعادة طباعتها مرة تانية وبذلك بضله موجود. أما بحالة تكونوا أوراق لساته موجودة عندي بمكتبي، في قدن شي 4-5 مرات من المحاضرات هو ما وصل لهم، كان ممكن يضيعوا. فهي وهلأ شفت الكارثة السورية، طبيعي كنوز عندي راحت احترقت ودمروها. لا بترجع إن شاء الله. على كل إن شاء الله بدنا نبلش أنت دائما الكلمة بتكررها اللي هي للوقيانوس، نحن السوريون. هاي السوريين هلا هون انا دائما بستغرب، هاي السوريين منصوبه على الاختصاص. حلو. ليست خبرا لمبتدا، نحن السوريين سنفعل كذا وكذا. حلو جدا. البدايه دائما بتبداها بهذا الحكي، نحن السوريين. قديش في هذا، خلينا نقول هذا الزمن من وقت ما قال لوقيانوس لهلا، قديش اختلف هذا المعنى؟ اولا تسمية سوريا كانت موجودة فقط بالزمن السلوقي، يعني بالزمن لما اجى الاسكندر وقواده واخذوا الشرق كله، والغريب انه هو الغازي الوحيد بالتاريخ الذي قدسه المفتوحون وجعلوا منه علما كبيرا لدرجة ان المسلمين يعني بيعتبروك اشبه بنبي، وهو قد جاء اصلا محمولا على أكف أرسطو العقل. فالمرجع الوحيد بالتاريخ ليس موجودا عند أحد آخر وعند لوقيانوس في كتابه The Goddess of Surrey، يعني الربة السورية، وهو الحديث الوحيد عن الأكروبول السوري لا سابقا ولا لاحقا، لم يوجد أي كتاب عن، يعني لولا هذا الكتاب ما كنا عرفنا كيف كان هؤلاء الناس يعيشون. الوثيقة التاريخية الوحيدة، الوثيقة التاريخية. هو ترك أصلا بين 80 و88 كتاب، صور من 2000 سنة إلى الآن ما تزال موجودة. بس أنت وقت قلت قديش مترجم منه للعربي؟
أربعة خمسة مو أكثر، انشأوا حالهم عشرة بس. أما النصوص الأصلية تبعه بين مسرح وبين فكاهة وبين سخرية وبين ما ترجمت، وليس يعني موجودة بالإنجليزية وبالفرنسية لكن غير موجودة بال، طبعا موجودة باليونانية لكنها غير موجودة بالعربية. نعم للأسف. أستاذ خيري، خلال حفل توقيع الكتاب أحدهم قال بأنه كتابك عبارة عن البحث عن سوريا، كيف ممكن نربط ما بين البحث عن الرواية والبحث عن سوريا؟ يعني لماذا نقدر نوصل لهاي النتيجة أنه بهذا الكتاب هو فعليا البحث عن سوريا وليس البحث عن الرواية؟ كيف تم الربط؟ لا هو طبعا يعني البحث عن الرواية، نعم الرواية الحديثة الجيدة اللي أخذت شكل رواية واسم رواية، والتي عادة تبدأ بالنسبة للعالم برواية دون كيخوتي، لكن أنا شخصيا لقيت أنه هي بتبدأ ما قبل دون كيخوتي، بتبدأ مع لوقيانوس نفسه في روايته، رواية اسمها True Story أو قصة حقيقية. إيه هذه الرواية كانت نوع من الفانتازيا الخيالية، دخل فيها بالعالم العجائب، مش يعني هو مو كرر وإنما بدأ صناعة شيء غريب جدا وتكرر فيما بعد كثيرا جدا. فهو المؤثر في ألف ليلة وليلة، وهو المؤثر في عجائب المخلوقات للقزويني، وهو المؤثر في خريطة العصر لا نسيت اسمه، وهو المؤثر بسيرة الملك سيف بن زيزن، وهو المؤثر بقرقنطوة بانتاغرويلي رابلي، وهو المؤثر برحلات غاليفر، وهو المؤثر بالمعري وبدانتي، نعم بصعود إلى السماء. يعني صور هو اللي وضع اللبنة الأولى بفكرة الصعود إلى السماء ولقاء الأموات والجدل معهم، أنت أصبت في كذا وأنت أخطأت في كذا، الحساب يعني الحساب. لا 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 لا، واحد من الأرض، واحد من الأحفاد عم يحاكم أجداده، أنت غلطت يا أخي، الكلام اللي قلته مو صحيح، أنت روعت بهذا الشيء الجميل، أليس هذا ما فعله بعد قرون أبو العلاء المعري؟ أليس هذا ما فعله دانتي في كوميدياه الإلهية؟ يعني هو عمليا أساس لأكثر من ثلاثة أرباع التراث الإنساني بهذا الموضوع، الفانتازي. تمام. نعم، ومن خلال هذا الموضوع كان أنت مريت يعني بتاريخ الرواية، مرينا كمان بتاريخ سوريا، خلينا نقول نقل هو. نعم. هلأ في عنا لحنا أشخاص مهمين جدا 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 بالتاريخ البشري سوريين، منهم لوقيانوس، منهم أفتيموس، منهم ملياغروس، منهم أبوقراط اللي احنا بنعرف نسمع قسم أبوقراط، أبوقراط سوري من دمشق، من وقبره مدفون بجبل قاسيون، هي ما حدا بيوقف عندها للأسف يعني. إنه ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرفه ولا حدا بيوقف عندها. طيب أستاذ محمد، أنا بس بدي أسأل الأستاذ خير سؤال، بس قبل ما أسأل السؤال بدي أقرأ جزء من عرض للكتاب قدمته لجريدة الرأي. في واحدة من محاضرات الكتاب، محاضرة اسمها اليوتوبيا. يجري الذهبي صاحب صبوات ياسين فيها، في هاي المحاضرة، قراءة نقدية مقارنة بين ثلاث روايات، هن نحن للروسي يفغيني زمياتين، وعالم جديد شجاع للإنجليزي ألدوكس هيكسلي، ورواية 1984 أيضا للإنجليزي جورج أورويل. ملقيا في هذه المحاضرة وفي هذه القراءة النقدية المقارنة الضوء على الخيبة الكونية الكبرى من التجربة الاشتراكية التي ارتبطت في دولها الحديدية بالرفيق الأوحد والقائد الأبدي الملهم، ووضعت لهذه الحقيقة النهائية الحاسمة آليات واستراتيجيات. يعني عشان احنا نثبت انه هذا الرفيق الأوحد القائد منهم لازم نضع استراتيجيات وآليات تنغرس جوا الشعب بحسب هاي القراءة وبحسب هاي الروايات الثلاثة، ووسائل مراقبة وتنصت وأحكام ومختبرات تجارب. فالقائد الأخ الرفيق أو أيا كان وصفه من نسل، أو أيا كان وصفه من نسل لا يشبه نسل الرعية ومن النقاء بحيث يصعب تكراره. خيبات لم تبدأ على ما يبدو بالنازية لتنتهي بالاشتراكية، والعنوان المعلن دائما والمشجب الذي لا بد منه حلم المدينة الفاضلة اليوتوبيا الموجودة ربما فقط في كتاب توماس مور رجل لكل العصور. فالمعنى الحرفي للكلمة الإغريقية اليوتوبيا هو اللا مكان بحسب طبعا أستاذ خيري، التي ترجمت إنجليزيا على النحو الآتي نيفرلاند. هل هاي المحاضرة الخطيرة جداً
واللي بترصد الدكتاتور في تجليات مختلفة له ألقيت في دمشق. فأنا السؤال بدي أسأل فيه أستاذنا وحبيبنا أستاذ خيري أبو الفارس، إنه إلى أي مدى يمكن توظيف التوثيق التاريخي في مواجهة الواقع؟ أو بمعنى إنه يعني واضح إنه النظام ما التقط خطورة هاي بعض محاضرات الأستاذ خيري اللي كتبت معظمها قبل الثورة واللي ألقي كثير منها في دمشق أو في سوريا، يعني في مناطق أخرى في سوريا، بعضها طبعا ألقيت في الأندلس مثلا المتعلقة بالسانتس وبالدونكيخوت فهون السؤال أستاذي إنه قديش ممكن يستفيد الناس اللي بالميدان بالواقع من هذا الرصد التاريخي اللي بخليهم يعرف عدوهم أكثر، بخليهم يحددوا من عدوهم فعلا ومن من من صديقهم فعلا. كيف ممكن توظيف هذا الزخم التاريخي اللي بتحلى فيه طبعا أستاذ خيري؟ طبعا أنا بعرف أنه مكتبة الوالد وبعرف الظروف اللي أتيحت له، يمكن من الصعب تتاح دائما يعني هاي الظروف حقيقة، وخلته يقرأ ألف ليلة وليلة ويقرأ هاي الكتب وينهم من عيون الأدب وعيون التاريخ والتوثيق اللي وصله لكل هاي المعلومات الزاخرة والمهمة في رصد في 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 بناء موقف ايديولوجي وموقف معرفي من الواقع. هذا السؤال. شو السؤال؟ انه كيف ممكن توظيف كل ذلك؟ ضيعتني الحق انه هذه المحاضره بالذات انا القيتها باكثر من محافظه بسوريا، وكنت اقصد منها شيء واضح طبعا، لدرجة أنه ألقيتها مرة بالبوكمال آخر مدينة بالشرق السوري على الحدود مباشرة مع العراق. طبعا هي بتتكلم قبل كل شيء عن القائد الفذ الأوحد الذي يصنع اليوتوبيا ويظن أنه يصنع اليوتوبيا ولكنه يصنع الكابوس الذي يلهب الشعب. حلو. يوتوبيا هي كلمة يونانية تعني كما تفضلت يوتوبيا، توبيا توبوغرافي مثلا اللا مكان، هذا لا يمكن أن يعني استحالة تطبيقها، احتمال تطبيقها على الأرض. نيفرلاند 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 بالمناسبة أنا الوحيد ترجمتها باسم نيفرلاند. نعم. حبيت هاي الترجمة، يعني في قريبتنا بترجم ترجمات مباشرة على الهواء على ترجمان مباشر، يعني ترجمان مباشر. قلت لي أول مرة بقرأت إنه يوتوبيا معناتها نيفرلاند، قلت لي ستي أو بتطلع طبعا ممكن يكون كثيرين قالوا، يعني أنا مش من عندي. الحقيقة هذه يبدو من بداية القرن التاسع عشر لما طلعت الثورة الفرنسية وقدمت الحلم الكبير. أولا أسقطت الإقطاع الاقتصادي، اقطاع الفيداليست نبلاء ماركيز كونتات بلوردات إلى آخره، واقطاع الكنيسة اللي كان قاعد على قلوبهم للناس فاختفوا الاقطاعين مع الثورة البرجوازية. والغريب انه التاريخ له ايدي ما بتخطر على بالك، يعني نابليون طاغية من الطغاة صحيح، لكنه فتح اوروبا كلها فاسقط النظام القديم وطرح النظام الجديد البرجوازي. لذلك اجتمعت عليه كل القوى العالمية مرة تانية، روسيا الامبراطورية وانجلترا والامارات الالمانية والنمسا، النمسا الامبراطورية الكبرى، وهزموا بالمعركة الشهيرة واترلو وانتهى. لكن هل انتهت الثورة؟ لا. هل انتهى الحلم باليوتوبيا؟ هلا هذا الحلم باليوتوبيا التقطوه المفكرين الاشتراكيين وحاولوا يحققوا أكثر من مرة بأمريكا، يعني راحوا لهنيك أخذوا أراضي وفعلوا. الألعن من هيك بكثير جدا أنه ثورة 1848 اللي تمت بباريس واللي بيحكي عنها فيكتور هيغو بروايته البؤساء، متذكرين هذا الحدث؟ تنتهي بالخيبة وبانتصار نابليون الثالث وصيرورته امبراطور فرنسا. لما انتصروا على الثوار تبع 1848 قبضوا على كميات مئات منهم، قالوا لهم شو بدكم انتم؟ ماذا تريدون من هذا العالم؟ قالوا نريد ان نحقق المجتمع العادل حيث لا ظالم ولا مظلوم. قالوا طيب اوكي تفضلوا،
حملوهم حطوهم سفن وأخذون عن الجزائر المستعمرة حديثا من قبل فرنسا، وكانوا قد طردوا الجزائريين المالكين المزارعين الفلاحين من أراضيهم واستولوا على الأراضي الخصبة والجيدة ووضعوا فيها هؤلاء الثوار تبع 1848. وكانوا متحمسين جدا فعلا، بدوا يشتغلوا يبنوا يعملوا عمل عضلي ويدوي كذا. بعد بضع سنوات هدول معظمهم أولاد مدن، متعودين الساعة 5 يشربوا كاس مبيت بارد، يسمع تقاليدهم المدنية، يسمع كونشيرتو، يعرف يروحوا مشوار يعملوا كذا، يغازلوا بنات، وإذا بهم أجبروا على الحياة الشاقة هذه. بدوا يجيبوا فقراء الجزائريين اللي عم يحوصوا حوالين الأسوار، يجيبون مشان يشغلون بالأعمال الشاقة جدا، يخلوا لحالهم الأعمال السهلة. ثم صارت شوي شوي كل أعمال شاقة هي الجزائريين اللي يعملون، صار الجزائريين هم اللي عم يشتغلوا فيها، وبذلك فشلت التجربة، انضبط من أساسها طبعا، يعني لأنه وين العدل بهذا الموضوع؟ يعني عام 1870 هزمت ألمانيا فرنسا واحتلت باريس، فقامت مجموعة من الثوار بإنشاء الكوميونة المشهورة كوميونة باريس، عملوا نظام اشتراكي خاص بباريس وقرروا منه ينطلقوا إلى العالم، لكن القوة أكبر من القوى الألمانية تبع فريدريك ويليام وتبع الحكومة الرجعية الفرنسية، استطاعوا أن يقضوا عليهم ويقبضوا عليهم جميعا. شو بدكم؟ بدنا المجتمع العادل، بعتونا على الجزائر. وتكررت رجعوا بعتوهم ورجعوا يعيدوا القصة طبعاً نفسها من أولها، وتكررت التجربة نفسها. بعد 50 سنة أجوا اليهود على فلسطين، شو بدكم؟ بدنا نعمل مجتمع العادل. عملوا تفضلوا، عملوا كيبوتسات، انشأوا الكيبوتسات اللي هي المزارع التعاونية وهي الأساس. نعم. بعدين اكتشفوا طيب ليش احنا عم نضيع وقتنا، وليكن أولاد جيلنا قاعدين بالخمارات وبالبارات وبالكباريهات وعم ينبسطوا في بنات وفي حياة وفي متعة، شو بدنا منجيب حدا تاني؟ جابوا الفلسطيني. طيب هل الفشل بالفكرة ولا الفشل بالتطبيق؟ يعني عليك هذا السؤال. يمكن الفشل بالتطبيق، الفكرة بتضل فكرة. يعني يعني هل هو الإنسان مهيأ أستاذ خيري من حيث المبدأ مكوناته؟ هاي الإشي اللي اسمه إنسان، هذه الهالي والجسد والكتلة والروح، هل هي مهيئة إنها تعمل تكون مثالية تماما يوتوبي يوتوبوية ويائية؟ هي شو قلت لك، شو اسمها اليوتوبيا؟ مش موجودة، لا مكان. يعني ما لن تط لن تط لن ليش بدك أنت اليوتوبيا الإسلامية كم سنة تحققت؟ هي حتى بهذا المعنى ما تحقق اليوتوبيا، اليوتوبيا ما تحققت بني آدم، لأنه ضل في حتى بالقرآن الإنسان بيخطئ، ممكن يخطئ ويتعلم من خطأ ويتوب طبعا. كل ابن آدم خطأون وخير الخطائين التوابون إلى آخرها. بالتالي اليوتوبيا المفهوم المجرد مش موجود، الهالي هاي مش موجودة بهذا المعنى، بس ستظل الحلم الذي يمشي وراءه العالم. عشان هيك يمكن الجنة هي ممكن ستظل الحلم لكل البشر بأنهم يوما ما سيحققون اليوتوبيا. طيب كيف ممكن نحقق سلام أهلي بدون يوتوبيا مثلا؟ كيف يمكن أن نتعايش أبناء مجتمع واحد، أبناء حضارة واحدة، بحد الأدنى من الأخطاء والحد الأدنى من الظلم؟ خلينا نحكي هلأ، هذا ليس هو اليوتوبيا، هذا عقد اجتماعي، عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم. نعم، عقد اجتماعي يستطيع المحكوم فيه بأي لحظة أن يحاكم الحاكم أنك قد أخطأت في حق الدستور الذي أنت كتبته. كويس؟ بديمقراطية طبعا. هذا الموجود بالغرب كله. نعم. موجود بالولايات المتحدة، موجود بأستراليا، موجود بالمناسبة بسوريا في عنا شيء اسمه المحكمة الدستورية العليا اللي هي مفعلة جدا تماما لا لا، جمدها تماما حافظ أسد تماما، حتى نسيوا الناس. يمكن مجمدة قبل من 63، يمكن مجمدة من أو لا، من يبدو من من يوم ما أعلن أحكام العرفية ما بعرف يعني الحقيقة. بتحكي لي واحدة زميلتي محامية صديقة، قالت لي مرة في الأستاذ القانون الدولي عم يحكي محل، قال له المحكمة الدستورية العليا بسوريا، قالت لي فجأة حل السكوت الكامل على كل الحاضرين، ما حدا استرجى لا يسأل ولا يحكي ولا يناقش. يا إلهي يا نعم. إلهي. طيب أستاذ خيري، بكتابك بمحاضرات في البحث عن الرواية بقسم الجامعة الأموي
رواية سوريا، هاي المحاضرة اللي أنت ألقيتها عام 2009 بالجمعية الجغرافية السورية بدمشق. كتبت شغلة: هل كانت القبائل العربية المنتشرة في الشام من بكر وتغلب وكلب وغسان تحس بالانتماء القومي والتشارك مع الحجازيين بأكثر مما تحس بالتواصل مع بيزنطة المسيحية اليوم؟ ما نحن عم نعيش، يعني هذا السؤال اللي سألته، مو هو نفس اليوم اللي عم نعيشه هذا الصراع، صراع اليوم، الصراع الهوية، صراع الهوية العربية؟ يعني هلا خلينا نكون متفائلين، بقول لك انه ايه، بس هو عمليا يعني ما بعرف شلون بدي افسرك يا هلا. يوم الفتح الاسلامي لما اجى على الشام ولقى القبائل الكثيره جدا من المسيحيه بسوريا، يعني كثير قبائل مو عاديه، يعني حاول يفرضوا عليهم الجزيه عمر بن الخطاب، رفضوا، قالوا نحن العرب لا ندفع الجزية. الجزية هي بدل الخدمة العسكرية، هي الجزية بالمناسبة هي كلمة فارسية ليست كلمة عربية، وتعني بدل الخدمة العسكرية. نحن لا نثق فيكم أن تحاربوا معنا، ما بتكون تحاربوا بتدفعوا، فادفعوا ادفعوا لنا الجزية. كويس، قالوا للقبائل العربية، قالوا نحن ما ندفع الجزية، قالوا نحاربوا، قالوا منحارب معكم. فحارب المسيحيون البدو العرب مع القبائل المسلمة في كل فتوحاتها، حتى وصلوا إلى الأندلس، وصلوا إلى حدود الصين والهند. ثم قال لهم عمر فيما بعد: وسيسلمون، سيختلطون في المسلمين وسيسلمون، وهذا ما حصل. فلقد أسلم، ومنهم مثلا من بقاياهم سيف الدولة الحمداني التغلبي. نعم. هل هي المشكلة بالهوية؟ يعني هل بس خليني، يمكن ما وصلت الصورة واضحة، يعني اليوم هل هو الصراع، يعني الفكرة، هل هو الصراع عربي إسلامي، عربي مسيحي، عربي مع قوميات أخرى؟ اليوم اللي نحن عم نعيشه هذا الصراع، يعني أنت مجرد تساؤلك هون بهاي المحاضرة أن القبائل العربية ماذا كان يربطها بقبائل الحجاز، القبائل العربية اللي هون، هل اللي بيربطها هو الإسلام؟ هل بيربطها مع البيزنطة المسيحية أقوى من اللي بيربطها مع قبائل الحجاز؟ هلا بك، يعني كان يربطهم النسب. نعم، النسب هذا أهم شيء، إنه هن عرب مثل حكايتهم، وكانوا قديمين، يعني حديثي القدوم من الجزيرة العربية، اليمن من إلى الشام، لم يكونوا قدماء. هي على كل أن تنقطع الرحلات أو الهجرات العربية من الجزيرة العربية للشام والعراق على الإطلاق، حتى 200 سنة مضت قدمت الغزو، الهجمة الكبرى من القبائل العنزة الجزيرية إلى الشام. نعم. طيب خلينا نقفز هيك لبعيد شوي، نطلع من التاريخ شوي، نكون هلأ بالحاضر. أنت حدا ناشط جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حدا تكتب أفكارك، خواطرك مباشرة، يعني حتى مرات بدون ممكن تمر غلطة إملائية، أنا متابعها كثير، يعني بتكون عن جد سخنة بتنزل دغري على الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. جمهورك الحالي اللي قراء اللي عم بيتابعوك كحدا روائي، عندك تاريخك من الرواية والدراسات والأبحاث والمقالات، قديش في قرب من هذا الجمهور؟ بمعنى أنه هذا التواصل اللي انخلق جديد، التواصل المباشر مع القارئ، اللي أنت قارئ بيقدر فورا يعبر عن رأيه وبيقدر يحط لك لايك أو ما يحط لك لايك، عرفت شو؟ قديه هذا مهم بالنسبة للكاتب؟ قديش هذا مهم لحتى يحفزه مثلا لأفكار جديدة أو ليفهم مود الجمهور اللي عم يكتب له؟ شوف، قبل كل شيء أنا لما بكتب بالفيسبوك بكتب بنوع من الأنانية. أولا أنا عم بحرض نفسي على التفكير، تمام، متشلون؟ وثانيا أنا كتبت من أول إنه أنا أقوم الآن بمهمة تنويرية، مسلم، يعني عندي معارف أريد أن أنقلها للآخرين. بيكتبوا لايك ما بيكتبوا لايك، هذا لمسألة لا تهمني على الإطلاق. تأكيد. بس أنت لأنك بتعرف إنه في ناس عم تقرأ. يعني طبعا أنا بعرف. طبعا بعرف. عم تصير حوارات وتصير جدل وتصير نقاش وتصير وحتى خصومات، بس يعني في ناس كتير، يعني هلأ شلون بدي لك، الإسلام دين راقي جدا،
لكن للأسف الشديد بالفترة الأخيرة تسلطوا عليه المشايخ نصكم مشلون، يعني من كفتارو لهذا حسون حسون لهالهدو، وعم يبخوا فيهن أشياء فظيعة. فأنا من مهمتي إنه اكشف الغطاء عن هذا، اكشف اللثام، اكشف القشرة، وخليه يقدم لنا إسلام حقيقي من اللي كان موجود أيام الرسول وأيام الراشدين. يعني بس يعني هاي هذا في مجال الإسلام. تمام. أنت بشكل عام هلا أنت يعني بس هاي جرأة أنك تقول موضوع الأنانية، وأنت ما بيهمك إنه أنت مهمتك تنويرية. نعم. وما بدك يعني هلا أنت بالنهاية عم بيصير في جدل، بس بالنهاية أنت رايح باتجاه. أنا طبعاً قل كلمتك وامشي. تمام. طيب قد هلا نحن بس مشان هيك نرجع هيك ناخذ نفس، راح نروح على فاصل غنائي ونرجع. يلا. ليش الزعل يا خلا، وانا عطيتك روحي يابا، يلا عطيني بدلا يابا، والله عطيني بدلا. لا يبورد حبيبي يابا، لا يبورد حبيبي، غيبي يا شمس غيبي يابا، لا يبورد حبيبي يابا، لا يبورد حبيبي. وانا من اجله مرضان، مرضان وهو طبيبي يابا، مرضان وهو طبيبي. غصنك ميلي يابا، محلى الزنار النيلي يابا، محلى الزنار النيلي، وميلي على غصنك ميلي يابا، محلى الزنار النيلي يابا، محلى الزنار النيلي. الورد فتح عالوجنات من صغرك خجل اللولي يابا، من صغرك خجل اللولي. أكيد مكملين معكم مستمعينا الأعزاء حوارنا مع المفكر السوري والروائي السوري الأستاذ خيري الذهبي. محمد جميل الخضر الإعلامي الأردني، كان عندك تعليق قبل ما نسمع الأغنية؟ تفضل. هو مش تعليق، بكمل مع الأستاذ عمر المحور اللي طرحه اللي هو التواصل الاجتماعي اللي عم بتبناه الأستاذ خيري، واللي هو الأستاذ خيري حكى إنه هو يسعى من خلاله إلى بعد تنويري. موضوع التواصل أنا لاحظت أنه كان حريص عليه الأستاذ خيري في كتابه الجديد محاضرات في البحث عن الرواية.
هاي المحاضرات أنا باعتقادي الشخصي إنه بعضها، وأنا حكيت الأستاذ خير هذا الكلام، بنفع تكون رسالة دكتوراه، محاضرة منها رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه، ومع ذلك مع القيمة البحثية والحفرية بالتاريخ وبدلالات التاريخ وإلى آخره الموجودة بهاي المحاضرات، إلا إنه مكتوبة بأسلوب سلس وأسلوب يعني هو ضله الروائي اللي بيحب اللي صاحب التاريخ الممتد بكتابة الرواية وكتابة القصة وكتابة السيناريوهات. ففي بعد تشويقي، أنت بتستمتع بقراءة المحاضرة، مش عم تقرأ أنت يعني درس أكاديمي، مادة بالجامعة ثقيلة أحيانا وصاحبها ثقيل وطريقة إلقائها ثقيلة وطريقة توصيلها ثقيلة. هذا بيوصلني إنه هنا ما كان في فوقية الباحث، وللأسف أنه في كثير باحثين وكثير في مثقفين عرب تحديدا عندهم هاي البرج العاجي والفوقية، وأنه أنت يخش فهمك هاي مصطلحات الديموغاجي والإنتر مش عارف شو إنترجنسيا ومش عارف إيش، هذا الأسلوب اللي بدل على أنه أنت رغبان توصل للمتلقي بغض النظر عن مستوى التحصيلي مستوى المعرفي ومستوى الأكاديمي. قديش كان مهم، وحبي نسمع منك رأيك بهذا الموضوع. أقرب لك يا إيه. فضل صد خيري. قبل كل شيء، أنت انطلقت من فصل كنت تحدثت فيه عن نشوء الرواية العربية. تاريخنا نحن الشرق الأوسط يتحدث دائما ضمن نسق الرواية الفانتازية وليس ضمن نسق الرواية الواقعية. ولنذكر ما كتبه لوقيانوس مثلا حينما تحدث عن الطائر العملاق الذي سماه العرب بالرخ، والذي سماه هو في كتابه الأليسون. نعم. وبيضته العجيبة الهائلة، لكنه أصبحت مضرب مثل يعني بيضته. لكنه يقدمها بشكل متهكم ساخر، يبدو أنه كان هنالك حوار بينه وبين آخرين كانوا يكتبون بهذا النوع من الكتابة. نعم. فهو يحدثنا عن بيضة عملاقة بحجم قبة، ويجدها البحارة الضائعون، فيقوم أحدهم بكسرها ليظهر معهم كمية هائلة، فرخ كبير يأخذون في أكله قبل أن تأتي الأم. المضحك في الموضوع أنه الفاس الذي كسروا به البيضة، نعم، قد أورق وأزهر وتحول إلى شجرة، أنهم حينما بلوا بدم هذه البيضة بعضا من خشب السفينة أورق وأزهر وعادت إليه الحياة، بل إن منهم رجالا من العجائز الذين لم يبق فيهم حيوية أو قوة بدأوا يشعرون بشعرهم وقد تحول أسود ونشاطهم قد عاد إلى كماله. فانتازيا، هذه السخرية وهذه الفانتازيا الجميلة. نعم. سوف يكملها ب مخلوق آخر من مخلوقاته، مثلا الحوت العملاق الذي عرفناه بألف ليلة وليلة، وعرفناه بعجائب المخلوقات القزويني، وعرفناه أيضا بسيف من زيزن. أنا أستغرب كيف كل هؤلاء الناس وصلوا إلى هذه الفكرة. الحوت العملاق الذي ينام في البحر حتى يمر به البحارة يبحثون عن مكان يستطيعون أن يرتاحوا فيه ويشوي اللحم ويعيشوا، فينزلون على ظهري ويبدأون بالشوي والخبز. طبعا لأنه ظهره كله شجر يعني مشان إضافة يعني. وإذا به يحس بأن في هنالك نارا على ظهري فيغطس، وحينما يغطس يصابون بالرعب فيغرقون وينقذون إلى آخره. هنالك أيضا هذه الفانتازيا الجميلة جدا، المرأة الجميلة الفاتنة التي تغني، نصفها شجرة ونصفها امرأة، هذه التي يسخر منها فيما بعد أبو العلاء المعري حينما يجعلها في الجنة، وحينما يسخر منها، مو يسخر بالعكس، الآخرين كتبوها بجدية كاملة وكأنها حدث حقيقي، يعني كتاب ألف ليلة وليلة وكتاب سيف بن زيزن وعجائب المخلوقات إلى آخره. كان كاتبا ساخرا بشكل لديه بعض من المسرحيات الكوميدية الرائعة، حتى بالشعراء الموتى يعني في عنده أشي فانتازي حتى بغير الكوميدي. فهذا الرجل، ولنذكر نحن في بالأدب المصري القديم الفرعوني، نعم، حكاية سنوحي وإزيس وأزوريس حينما تسافر الجثة إلى صور ثم تظهر ثم إلى آخره، هذه الفانتازيا
أيضا لم يكن يفكرون بغير هذه الطريقة. الحياة فانتازيا ليست واقعية. جميل. في العرب حينما كتبوا كتبوا أيضا فانتازيا. المقامات مقامات يعني سخرية هائلة. نعم. هي درة النثر العالمي العالمي طبعا. والغريب أن أجدادنا كانوا يقرؤونها ولكنهم كانوا يتكتمون ويشتمونها لأن فيها إباحية، فيها حديث عن النساء، فيها حديث عن الخمر، ولكنهم كانوا يقرؤونها. ولنذكر شيخنا السيوطي صاحب عشق أكثر من 12 كتابا في الحديث عن الجنس، وهو مولانا السيوطي المعروف المفسر والمؤرخ والكاتب الكبير. هذا النوع من الكتابة حينما اختلطنا بالغرب، وكان الغرب قد تخلى عن رواية الفرسان ورواية الصراع، يعني أصلا دون كيخوتي قائمة على بالأساس على السخرية. نعم. من أدب الفرسان. نعم. هذا الأدب الذي انتقل إليهم من الأدب العربي وإلي إلى أوروبا تحت اسم البيكاريسك. نعم. البيكاريسك يعني أدب الفقراء، بيكار فقير. هذا الذي رأيناه في المقامات الحريري ومقامات لمزان، المثقف الهائل الثقافة والفقير حتى يضطر إلى الاحتيال على الناس حتى يستطيع أن يجمع به بعض مال وبعض الطعام. ومن أجمل ما قرأت مثلا أنه بيحكي واحد المثقف الكبير أبو زيد السروزي حينما ينزل إلى البصرة أو الكوفة لما أعد أذكر، وأخذ يشكي من الظلم الذي وقع عليه من البيزنطة، من الروم، من الروم، من القتل، من النهب، أخذوا لأولاده وكذا. تدافعت الدراهم والدنانير عليه عطيات، ولما أخذ المال كله مشى مضى وأخذ يغني أغنيته الشهيرة أنه قد سخر من الناس جميعا. في ذلك الوقت أيضا ظهر القصيدة الساسانية تبع أبو دلف، وهي دستور الشحادين بالعالم كله. المهم حينما اختلطنا بالغرب ظهرت الرواية الواقعية، ولما كنا يعني مجتمعنا من الناحية الدينية ومن الناحية القانونية ومن الناحية الإدارية السياسية لا نجرؤ على أن نكون واقعيين، بدأ أن نكتب أدب واقعي مجفف للأسف الشديد، خالي من الروح وخالي من الفن، مجفف في ألمانيا دير. نعم. فظهرت عدد كبير من الكتابات بهذا الشكل، ورغم أننا قد نحن كنا في حاجة إلى استمرار الذي نجح معنا وهو الأدب الفانتازي، وانتظرنا حتى أرسل لنا مركز بعمله الرائع ما يتعامل العزلة، فتذكرنا أن إحنا أخي نكتب فانتازيا نعرف يعني. وحشرت فعلنا معه تفاعل يعني استثنائي لهذا السبب، تفاعلنا معه يعني يمكن مقروء بالعالم العربي مركز أكثر من أنا عندهم يعني. لا مقروء بالعالم كله فظيع. لا قصدي استعادي يعني. استعادي أولا لأقول لك شغلة، ألف ليلة وليلة شخصياتها مثل علي بابا، مثل السندباد، كليلة بدمي، لا مو كليلة بدمي، و مثلا 40 حرامي لا استنى شوي، في شخصيات شهرزاد وشهريار الى اخره. هدول مو هندية، هي الف ليلة وليلة اصولها ترجع، هلا بحكي لك عنها. لا تستبعد الامور. هذه الشخصيات قارنها باشهر الشخصيات بالتاريخ الادبي المصنوعة، يعني أدبي الشخصيات المصنعة أدبيا كالأب غوريو لبالزاك، وراسكولنيكوف لدستايفسكي، وهاملت لشيكسبير. قارن لي سندباد فيهم كلهم، تجد أن سندباد قد تفوق على كل هذه الشخصيات بمراحل في انتشاره العالمي. العالم كان في حاجة إلى هذا النوع من الأدب. بالنسبة للسؤال تفضل فيه الأستاذ هاني، رواية ألف ليلة وليلة هي عمليا أنا صورتها في أحد المقالات أنه هي مقطع جيولوجي من الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية التي ساهم في بنائها الهنود والفرس والعرب والكرد والمصريين، سكان المنطقة، كل المناطق على التاريخ عبر التاريخ، لذلك دخل فيها كل الخطوط وكل الأهواء وكل يعني شو بدك موجود فيها.
من بتلاقي فيها الفرعوني القديم، بتلاقي فيها المصري المملوكي، بتلاقي فيها الشامي، بتلاقي فيها البغدادي الرشيدي، كانها جدارية والكل بضع لبسته عليها هو مارق. لا بس توصيفه المقطع الجيولوجي يعني أعمق، يعني فيه شيء عميق. طيب بدي أسألك أستاذ خيري بخصوص الرواية السورية في زمن البعث. شجون الحقيقة يعني ظهر بعض الكتاب الجريئين الذين تجاوزوا الحدود التي وضعها البعث ضمن الرسالة التي قدمها علي أقل عرسان فيما يسمى أهداف الاتحاد. أنت بتعرف أنه مرت حوالي 20 سنة، ما في دور نشر خاصة بسوريا، دارين النشر الوحيدتين هن اتحاد كتاب ووزارة الثقافة، مشان يكونوا عندهم يعني طبعا. وكان كل نص يقدم إليهم يمر في شيء بالأساطير اليونانية اسمه سرير بروكوست. سرير بروكوست هذا كان قاطع طريق يوناني، يمسك واحد لمسكه بيحطه على السرير، ما كان أطول من السرير قصه، ما كان أقصر من السرير مطه حتى يطلع على قد السرير. هكذا كان يفعل علي عرسان بالكتابة، يجبر الناس على أن يتحولوا إلى منفذين لأهواء البعث. طبعا أهواء البعث كان له رواية واحدة وهي الصراع ما بين الإقطاع والفلاح، وكثيرا ما يكون الصراع يعني حط له بديل ما يسمى بمعادل موضوعي، بحط له مرأة جميلة بتكون هي حبيبته خطيبته كذا، الإقطاعي بقى بنتزحها منه، بيقوم هذا بحارب بكافح بيجيب بيدخل بالحزب بينتصر بالحزب بيقتل بيهزم الإقطاعي وبيخلص منه المرأة الجميلة. هيدي موجودة بكثرة هائلة. بعدين كمان بشيء تاني، كتابة المرأة المدينة المفسدة، كلهم أجمعوا على حكاية الكتابة عن المدينة المفسدة، هن كانوا أبرياء أنضاف طاهرين بالضبط. يعني هم أصلا هون يمكن كانوا يقصدوا دمشق. طبعا دمشق عاصمتهم، العاصمة هي اللي أفسدتهم، وأي مدينة بحجم دمشق هي اللي أفسدتهم. بس هو المقصود يمكن دمشق أكتر، لأنه أحد المقابلات أستاذ خيري وقتها ذكرت أنه هم عندهم حقد كتير كبير لهذه المدينة أكتر من أي مدينة أخرى بسوريا. لا ما هذا موضوع تاني بعدين بنحكي، له علاقة بالأمويين كمان موضوع آخر كبير موضوع كتير آخر يعني. كبير. فالأدب بهذاك الوقت ظهر فيه كاتب مهم جدا هو هاني الراهب، والغريب أنه رغم أنه يعني من ناحية النسب ينتمي إلى العلويين، إلا أنه كان من أرقى وأعظم الكتاب باللغة العربية، كان فوق الطائفية تماما وفوق المذهبية بل فوق السورية، هذا الشيء جميل جدا. لذلك طرده على أقل عرسان، طرده من الاتحاد، هذه شغلة عجيبة. بالوقت نفسه اللي أدونيس بيقول فيها أنا لا أقبل بثورة تخرج من الجوامع، وكانت واضطريت إلى الرد عليه، منين نطلع لك إياها إذا كان المقاهي محرمة والسينمات الثقافية محرمة ما في والجامعات ما في، منين بدك تجمع الناس؟ هو أكتر مكان آمن بيقدر يجمعوا فيه الناس، هو كان يعني جوابه اللي بقلبه يا أخي بلا ما يتجمعوا بلا لياها كلها يا أخي. طب إحنا اسمحوا لي نرجع لتجربة الأستاذ خيري تحديدا تجربة الروائية. بدك تحكي أستاذ خيري؟ إيه ما بس خيري نكمل. فضلت بعد انتشر الأدب الواقعي، ثم انتشر مع البعث الزبالة تبع الاتحاد السوفيتي اللي هي اسمها الواقعية الاشتراكية. ولم يفكروا بالكتابة في استمرارية الأدب اللي كتبه الأجداد. فيما بعد مثلا، هذه كانت واحدة من جروحي أنا، طلع كاتب فرنسي، مو فرنسي وتشيكي فرنسي، اسمه ميلان كونديرا، كاتب كبير جدا حقيقة، لكن أهميته في أنه هضم الثقافة اليهو مسيحية وهو يهودي، هضم الثقافة اليهو مسيحية كاملة، وهضم الفلسفة الجريكو لاتين مرة كمان، فكانت كتاباته مليئة بالزخم والثقافة والفكر، لكنه حتى يقدر يبلحها للناس يعني الشباب الصغار بيقولوا، كان يبهرها بشوية جنس.
كتابنا السوريين الجميلين لم يقرأوا في كتاباته إلا لجس وهجموا شباب وبنات. قفة الكائن تحديدا قفة الكائن كان مشبع بال... أنا كنت بدي أحكي بس إنه تفضل فضلك من ملكوت البسطاء اللي كتبت نشرت سنة 1975 نعم لحد محاضرات البحث عن الرواية، يعني بنحكي عن حوالي 40-41 سنة، وأنا بعرف إن في كمان رواية بالباب قريبا إن شاء الله، يعني نسعد بإنه ترى النور ونقرأها. هاي التجربة الممتدة، خلينا الآن نروح باتجاه الشهادة الإبداعية اللي بعد ملكوت البسطاء بقليل وصلت للحظة التاريخية كما أنا يعني قرأت بالكتاب وكما يعني أكثر من حوار دار بيننا، اللي هي أنك أنت ذكرت دمشق أو ذكرت أنت دائما عايش بدمشق، بس أنك ذكرت أنه أنت الآن يبدو أنك لم تكتبها روائيا، لم تتناولها روائيا، يبدو هذا الواقع المحيط والضاغط اللي علي عرسان وغيره كان فارضه على سوريا خلى الكتابة عن المكان كأنها برضو عمل مناضل أو عمل مضاد لهذا النظام وهذا الواقع. فنستقرأ هاي المسيرة، مسيرة روائية اللي هي بتمثل جيل كامل حقيقة. شوف، هو أولا نظرية البعث اللي ترى أنه موريتانيا أهم من دوما والأهواز تماما والأهواز أهم من يبرود. هو لا يريد الحديث عن المكان بسوريا نهائيا، وبذلك فعلا كان وجدت أنا كتابا من السوريين يكتبون عن بغداد الأسطورية، تخيل، وبغداد على ما بعدت بضعة ساعات لم يكتبوا عنها، لا يعرفونها، يكتبون عن الأندلس الأسطورية، بل فيهم كاتب مسرحي كتب مسرحية عن دريسدن بألمانيا. طب شو كان الهدف منه أستاذ خير؟ كانوا يخافون ما في مجال تكتب عن المكان، تكتب عن المكان معناته أنت خنت الرسالة البعثية. إذا كتبت عن سوريا ما حدا كتب عن سوريا لبداية الثمانينات يمكن أو أواخر السبعينات، كان محرم تكتب، لأنه إذا كتبت عن المكان يعني طلعت على رجليك فأنت قد خنت الرسالة. بتشوف نعم. وكانت مدينة دمشق فعلا مدينة مكروهة، كان أنا بعرف اثنين من المبدعين الكبار بسوريا وهم دمشقيين كتبوا عن حالهم أنه واحد ولد بنيطرة واحد ولد بتدمر، خافوا من عقوبة أن يولد بدمشق أن يكون مولودا في دمشق. في مخرج مسرحي عظيم حاربوه للموت لأنه من عائلة كبيرة دمشقية، فاضطر يهاجر وترك سوريا كلها. صح. طيب الغريب أستاذ خيري أنه أنت بتستلم بلد، يعني الحزب حزب البعث استلم بلد، استلم عاصمة على القليلة من أجمل العواصم على الأرض، مخدمة فيها خدمات بنية تحتية، فيها ترامواي، فيها كل شيء، لعاصمة عصرية بهذاك الوقت. يعني كيف واحد بيستلم هيك شيء؟ يعني خلينا نقول هنا عمليا سوريين بين قوسين، بس انك انت تخلي الكاتب يوصل لمرحلة انه انت عندك جنة تخربها وتمنع الكاتب يكتب عنها، يكتب عن دريسدن مثلا، انه هاي العقلية، انت بعد كل هاي الخبرة برأيك شو الخلاصة، مشان الله شو الخلاصة تبع هاي العالم، انه شو، هل هو بس حقد، هل هو تخريب لأجل التخريب، هل فعلا هل قد كنا مخدوعين بالمنطلقات النظرية؟ راح بحكي لك نكتة. هات لشوف. واحدة صديقتي كاتبة من الساحل قلت لها تفضل بدي ضيفك كاسة توت شامي. قلت لي يا الله على الطائفية، لهون وصلت معكم عملتوا التوت شامي. أخ أخ نرجع ل تخيل لهون واصلي معه. تخيل حقد مع خوف على الهوية وخوف على الوجود. خلينا نروح هلا لعند نزار قباني الله يرحمه ونسمع قصيدة بدي يسمعونا إياها هلا بمناسبة الحديث. أكيد أتجول في حارات دمشق الضيقة، تستيقظ العيون العسلية لتسلم علي، تلبس النجوم أساورها الذهبية وتسلم علي، تحط الحمائم من أبراجها وتسلم علي، تخرج لي القطط الشامية النظيفة التي ولدت معنا
وراهقت معنا وتزوجت معنا لتسلم علي. تضع قليلا من المكياج على وجهها شأن كل النساء، تصنع لي قهوة طيبة وتعرفني على أولادها وأصهارها وأحفادها، وتخبرني أن أكبر أولادها سيتخرج هذا العام طبيبا من جامعة دمشق، وأن أصغر بناتها تزوجت من أمير عربي وسافرت معه إلى الخليج. تكرج الدمعة في عيني وأستأذن بالانصراف وأنا مطمئن على شجرة العائلة ومستقبل السلالات. أتغلغل في سوق البزورية مبحرا في سحب البهار وغمائم القرنفل والقرفة واليانسون، أتوضأ بماء الورد مرة وبماء العشق مرات، وأنسى وأنا في سوق العطارين جميع مستحضرات نينا ريتشي وكوكو شانيل. ماذا تفعل بي دمشق؟ ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي فينسيني رنين طاسات عرق السوس كونشيرتو البيانو لرحمانينوف؟ كيف تغيرني؟ ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي فينسيني رنين طاسات عرق السوس كونشيرتو البيانو لرحمانينوف؟ كيف تغيرني بساتين الشام فأصبح أول عازف في الدنيا يقود أوركسترا من شجر الصفصاف؟ من خان أسعد باشا يخرج أبو خليل القباني، من خان أسعد باشا يخرج أبو خليل القباني بقنبازه الدمسكو وعمامته المقصبة وعينيه المسكونتين بالأسئلة كعيني هاملت، يحاول أن يقدم مسرحا طبيعيا فيطالبونه بخيمة قراكوس، يحاول أن يقدم نصا لشكسبير فيسألونه عن أخبار الزير، يحاول أن يجد صوتا نسائيا واحدا يغني معه يا مال الشام يا شام أو يا طير طيري يا حمامة، فيستلون سكاكينهم ويذبحون كل سلالات الحمام وكل سلالات النساء. بعد 100 عام اعتذرت دمشق لأبي خليل القباني وشيدت مسرحا جميلا باسمه، وصارت أغنية يا مال الشام يا شامي نشيدا رسميا مقررا على كل مدارس الإناث في سوريا. يعني الحقيقة هلأ نحن بنفس الجو، السؤال اللي قبل ما نطلع نسمع القصيدة كنا عم نحكي عن الشام، كنا عم نحكي عن العاصمة اللي استلموها اللي هن نفسهم يعني اللي عم بيحكي عليهم، بس يعني هذا الحقد أو هذا ما يعني الحقد بتخيل الكلمة بتناسب كتير، بس انه السؤال هو مركب نقص ما مركب جنان يعني في شيء غريب من نوعه، بس هي ليش ما غيرتهم الشام؟ ليش هن غيروا الشام؟ حلو السؤال. حلو. هلأ بمصر بيجي الصعيدي من آخر الصعيد بيدخل القاهرة، القاهرة اسمها مصر، بعد 5 سنين 7 سنين بتصير مصراوي تمام. الشام بيجي
الريفي من أي منطقة، مو بس الريفي، من أي مدينة تانية بيقعد بالشام بيضله منتمي إلى المكان الذي جاء منه، في عنده رفض داخلي. هذا الرفض منطلق بالأصل من أنه سوريا كلها، الشام كلها، هي عبارة عن محطات قوافل ليس لها اقتصاد ذاتي حقيقي. هلا كل منطقة بمنطقتها، يعني محطة قوافل تمرق القوافل بتغتني البلد وبتقوم. وقفت القوافل صار، وقفت القوافل بتموت وبتجوع. هي قدامك تدمر، قدامك الرصافة، قدامك ترقى، عندك عشرات المدن ماتت لما تغير طريق القوافل. بس بنفس الوقت لم تمت المدينة أبدا بسوريا، على عكس العراق. العراق ماتت المدن تماما فيها خلال الفترة المغولية الصفوية اللي هلكتها. طيب يعني برأيك، بس يعني أنا ما وصلني جواب شافي، لأنه هي بالنهاية طغيان جمال المدينة. هلأ سمعناه بالقصيدة، يعني هاي الكلمات المنتقاة يعني طيب عرفت شو؟ ليش هيك؟ ليش ما قدروا يتفاعلوا؟ هذا الكلام فيه شوية من المبالغات، وكثير من المبالغات. بمعنى مثلا هلأ المسلسلات اللي بسموها شامية، أكيد لا معلش يعني طبعاً مفهوم، أين تصور في 10 قصور موجودة بدمشق وليست كاملة بالبناء؟ هذه بأمر من وزارة الثقافة. دمشق القديمة يعني طبعاً تحولت لاستوديوهات يعني أو بشكل ما استوديو يعني فالفلاح اللي مقيم مثلا بآخر جبال العلويين أو مقيم بالرقة بريف الرقة أو مقيم بريف الحسكي أو مقيم بريف ما رح يقدر الأثر هذا المهم. مو هيك، مو بس هيك، هذا ساكن في قرية ليس فيها ماء، الكهرباء بتجي ساعات وتنقطع ساعات، ليس فيها هاتف، ليس فيها خبز، بده يمشي 3 ساعات ليجيب كيلين خبز، ربطين 3 خبز ويحطهم عندهم يأكلهم بيتين. عند إذا نزل المطر بيدلف السطح عليه. هذا لما يشوف الكندرجي والبويجي والبطيخ قاعد ساكن بقصر كما قدمه له المسلسل، شو بده يقول؟ بده يكفر، يقول يا حراد طيب شو هالشوام هدول اللي عايشين؟ برأيك إنه سارقينهم مثلا؟ يعني بيقول إنه بسروق أنا؟ مو هيك، بيحقد عليهم، وهذا الحقد اللي هلا عم نشوفه. الدولة نفسها كانت عم تحرض على الحقد. يعني طيب. صيدة هي انه يعملوا مسلسلات شامية لتفرجوا العالم لحتى يحقدوا عليكم طبعا. طيب استاذ خير، يعني انت عم تحكي عن هذا الموضوع، طب هذا الموضوع مو موجود بحلب او بحمص بمدن اخرى، ليش يعني بس يكون الحقد تجاه دمشق؟ يعني كمان في طبقات الارستقراطية موجودة بحلب ومدن اخرى. هن من يوم ما عملوا الانقلاب العجيب تبعهم بسموه ثورة، لا ثورة لا ضراب السخم 8 آذار، كان حقد على البرجوازية الشامية. طب ماذا عن الحلبية؟ ما عندهم موقف منهم؟ ما كتير يعني، ما بينظروا له مثل ما بينظروا للشاميين. الشام ضل عاصمة، هي البرجوازية. لك تصور كان يجي الإيراني، هي قبل الثورة بسنين، جايب معه براز بشري بكيس نايل وحامله معه من أصفهان للشام مشان يكبوا على قبر معاوية. نعم. على فكرة احنا ابتهاجنا بوجود الأستاذ خيري معنا بخلينا دخلنا مواضيع تماما. نرجع طيب خلينا نحكي لا خلينا على الشام، خلينا نحكي عن ثلاثية التحولات. أيوة، نرجع إلى ثلاثية التحولات اللي هي عن خيري وعن إشي علاقة بمكان اللي كان فيه الأستاذ خيري. تماما. ما هي رسالته كمان دمشق يعني أكيد. نحن ما خرجنا خارج الموضوع كتير. الثلاثية تحديدا بتخذ من دمشق مسرحا لأحداث، لكن همي أكبر من دمشق وأكبر من سوريا، همي ككاتب يعني يعيش في هذا العالم. نعم. نعم. البعد الإنساني. هلا الثلاثية بدنا نسمع منك تداعيات كتابتها. طيب. وبعدين هي عملت دراما، فبدنا نسمع السؤال اللي وراء على طول، أو خلينا بداية نسمع منك يعني شهادتك الإبداعية بالثلاثية. هلا شوف، أنا كتبت ملكوت بسطاء وطائرة يا عم جي، الأيام العجيبة وليالي عربية والمدينة الأخرى، كنت دائما حط مدينة أخرى متخيل. أنا أكتب عن دمشق ولا أقول إنها دمشق. نعم هذا أكيد. مو بس أنا، معظم الكتاب كان في خوف حقيقي. نعم. إنك تكتب عن دمشق. نعم. إلى أن قررت في يوم من الأيام إنه أخي أنا حاجة، أنت خير ذهبي، أنت عندك رسالة،
صار بده يعني الواحد يتصدى للموضوع. ليش عم تقعد ليش عم تكتب ليش عم تصغي للزعران هدول؟ ما تكتب تكتب ما انتشر عمره ان شاء الله ما ينتشر. طبعا هني كان عنده سياسة رهيبة جدا، كل كتابة يجب ان تمر على الرقيب السوري، وما لم تمر ما في قطاع خاص لا تنشر، فاذا نشرتها برا لا تدخل الى سوريا كما فعل برواية ليلة عربية، منعوهم الدخول لسوريا. أحمد اسكندر الله يرحم ترابه منعهم الدخول لسوريا 3 سنين وأنا لاحقوا ايه عم يقروها عم يقروها. طب ما بيلوك منعناها ما بيسلموك مأخذ عليهم طبعا، لأنه كنت نعم. ناوي احتفظ فيها وبعدين انشرها بالعالم كله نعم ما بدهم ما لسه عم تنقرأ لسه محفوظة لسه ما بيسلموك نرجع للسلطة نعم. وقفت مع فترة هيك بعدين قلت لحالي لا أنت أولا يعني في أنت بدي عم نحكي على السيرة الشخصية. مرت فترة أنا انقطعت عن الأدب الكلاسيكي العربي نعم وتحولت إلى قراءة الأدب الأوروبية بلغتها هي. يعني أنا أتيحت لي فرصة مذهلة جدا بمصر بالقاهرة نعم. بالقاهرة أنه شوفي لا بس مشان المايك مشان المايك عم نبعد شوي. أيوة أيوة تفضل. بهذاك الوقت بالستينات عبد الناصر أصدر قوانينه الاشتراكية، كان من نتيجة القوانين الاشتراكية اللي أصدرها إنه الأجانب جميعا هاجروا من مصر، ومنهم مليون يوناني طبعاً فقط يونان. غير الطليان والأرمن واليهود والشوام والبطيخ كلهم هاجروا. اليونانيين موجودين بكل أفلام المصرية اللي هي قبل حقبة عبد الناصر يعني إيه؟ لهم أبطال دائما موجودين يونانيين. عم بقولك ما في قرية بمصر فيها بقال إلا يوناني، ما في بندر أو مدينة صغيرة يعني فيها خمارة إلا يوناني. فأنت والعادة المهاجر بده يحمل الغراض بيته، يعني غراضه بده يأخذهم، شو الممكن أول شيء بيتخلى عنه؟ الكتب تقيلة وما لهاش قيمة اقتصادية. فامتلأت أسواق القاهرة تبع أسواق الكتب بأطنان من الكتب تراب المصاري بلاش. أنا انقضيت عليها انقضات جوعان شو بيقولوا عديم وقع على سلة التين، فصرت اشتري 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 بأرخص. مثلا بتذكر لهلأ مجموعة راسين كاملة أخذتها بخمسة ساغ، يعني ما يشاوي نص ليرة سورية. وبالستينات هذا الحكي بالستينات يعني خمسة ساغ بالستينات خمس قروش يعني ايه. عرف شلون؟ وكمان بنحلم فيها مثلا فيدنكشتاين اشتريته كله بعشرين قرش، ما في شيء وصل للجنيه. يعني هن مو عارفين شو عم يبيعوا البياعين باخذوها بالكوام ايه. وانت بقى انت وخبرتك شو صيد، هو بدك تعتبرها رحلة صيد، انت بتروح بتتفرج شو في غنائم بين الكتب يعني. فهذه الفرصة اتاحت لي فرصة هائلة لتغيير المزاج والمود تبعي. قراءة باللغة الأم باللغة الأم ف من أحد تأثيرات العالم اللي كنت اشتغلته لما كتبت رواية ملكوت بسطاء. ملكوت بسطاء رغم أنه محل عالمها محلي بقرية المزة بريف دمشق بحرب السفر برك، إنما البنية تبعها البناء المعماري هو بناء لا بناء آخر صرعة كانت بالكتابة اللي هو الأصوات مختلفة والتيار الوعي، وكان هذا بلش يعني موجود هذا إيه. فما هذا يعني بعد فترة لقيت الناس ما عم تفهم شو عم بكتب ما بدش، فقررت إني انتقل إلى أن أكتب ما أحسه فعلا، أن أوقظ ما أنا أعيشه نعم. وفعلا قضيت سنتين ثلاثة بالقراءة الجادة، قراءة الأدب القديم التاريخ القديم والفقه القديم اللي كنت أنا يعني تلميذه صغير. هسا رجعت ملكاتي فكتبت أول شيء رواية حسيبة. الحقيقة هي مو أول شيء، لأنه كتبوا الثلاثة سوا حسيبة وفياض وهشام كانوا عم يكتبوا سوا، بكتب فصل من هون فصل من هون فصل من هون، لأنه كان البنية كاملة براسك أيوة. فكتبت فصل من هون فصل من هون فصل من هون، بعدين جذبتهم وقصقصت وكذا سويت حسيبة
واخذت نجاح جميل يعني بسوريا. فياض، فياض مثلا انفجر عندي يوم ما كنت بزيارة لقلعة تشيزر، قلعة الأمير أسامة بن منقذ، فتذكرت واندخلنا بالعالم. بعد منها اكتشفت انه ما تجرأوا. مثلا علي عرسان شو عمل معي؟ هذا كنت أسألك إياه، شو رد فعلهم كان؟ الغضب الشديد، بس ما بيقدروا يعملوا شيء. مرق من عندهم، ما عرفوا انه هيك رح يصير. وكانت لسه التغيرات العملة ما كانت بالحدة، يعني بذكرها كانت ب 40 ليرة تنباب 24، في خصومات 24 ليرة ببلاش. انا نفقت اول طبعة والتاني طبعة، بعدين لما قدمت له فياض طلعت انا لما شفت اول واحتفظت فيها لهلا، الغلاف تبع الرواية كان ب 179 ليرة حاطه. فرحت لعنده قلت له الدكتور يعني 179 كتير، بركي هيك بتعملنا؟ قال لي طيب انا نشوف هلا كذا، راح حكى وكذا هذا. بعدين اكتشف انه رفعها ل 213 بدل ما يخفضها. ايه لك ليش؟ قال لا يعني اكتشفنا انه نفقاتها وتكاليفها وكذا. قديش ابن يعني عم بيحاول يحتال على انه يمنع الروايه من البيع برفع سعرها. وهكذا بقى يعني شو بده يحكي الواحد. طيب نحن عم بداهمنا الوقت، بدي فوت معك بموضوع تحديدا حسيبة لما تحولت لبصريا، يعني إن كان تلفزيون أو فيلم يعني. نعم. قديش بيفيد أو بيضر بشكل عام؟ عم بحكي هذا السؤال بشكل عام للكاتب، لأنه أنت قايل أنه أنت مثلا كنت عم تحضر فيلم اسم الوردة لأمبرتو إيكو اللي هي الرواية، فأنت حضران الفيلم، فالفيلم خلاك ترجع للرواية، خلاك تتذكرها. لا قال الرواية قبل. إيه ترجع للرواية لأنك تذكرتها. فقديش قديش مهم هاد الحكي إنه يتحول هذا خلينا نقول البيبي، الرواية اللي أنت بكاتب كل شيء فيها، مسيطر على كل شيء فيها، تعطيها ببساطة لحدا يحولها بقى للأماكن اللي أنت متخيلها هو يتخيلها، الشخصيات اللي أنت متخيلها هو يتخيلها. فقديش هذا فيها يعني؟ انت مثلا لما عطيت هاي الروايه لتصير ان كان تلفزيون او ان كان فيلم كنت خايف كثير وكنت رضيان بالاخير؟ لا على العملين بس لا تراجعوا يعني، صارت خلص وثيقه كمان بصريه بالاخير. ايه هلا كل روايه بالعالم انت لما بتقراها غير لما بتتخيل شخوصها بطريقتك الخاصة. طبعا حر تماما يعني حسيبة تبعك غير حسيبة تبعي، غير حسيبة أبو حمزة. كويس، متى ما أنتجت سينمائيا خلص هذيك اللي صارت حسيبة تبع تبع السيناريست والمخرج. فهمت شلون؟ وبذلك حددت مساحاتها، لم تعد مطلقة في آلاف الحسيبات حسب صحيح. القراءات صحيح. وإذا بها تنحصر بهذا الكم الصغير جدا تبع رؤيه، فاذا كان مخرج سخيف وسيء بدمر لك حسيبه. بس لا، بس هلا في كمان في شيء هون بعض ضوء صغيره، اللي هي انه ممكن العالم ترجع للروايه، تصير بدها تشتري الروايه لتتاكد هل هو نقل بأماني او لا، لانه هذا بالعالم الحر، بالعالمنا اللي احنا المتفرج في معظم الاحيان عم بنسبه 95% بيصير بيعرف الروايه اكثر منك مجرد ما شاف الفيلم. بينظر عليك كمان، بينظر عليك، شاف الفيلم خلاص، الفيلم هو اللي يعني انا بعرف هو الوثيقه، هو بعرف كثيرين بيحاكوني بالتاريخ بس من خلال المسلسل التاريخي اللي شافوه. لك يا ابني مو هذا سيناريو، هذا له وجهه نظر، هذا يعني مو هذا هو التاريخ، هذا وجهه نظر بالتاريخ. ما فيك. طب شو الحل برايك؟ ممنوع يتحول الروايات لافلام؟ لا، لابد من تحولها، لابد. هذا بالمناسبه رواية اسم الوردة اللي حكيت عنها تبع أمبرتو إيكو ما بتطلع واحد من مية من الفيلم من الرواية أمبرتو إيكو، لأنه في أبعاد ما فيك تنقلها بصريا يعني، في هذا بينحس بالقراءة عبر القراءة. طبعا كتير رواية هلأ أنت حقيقة قلتها يعني، كل 90% خلينا نقول من الروايات اللي تحولت لأفلام ما حدا رضيان عن يعني الكاتب ما له رضيان، بتنحط عن الرواية بتنحط لأنه فكر الخيال مستحيل توصل للخيال اللي بده اياه الكاتب الا بعد ما بعرف كيف يعني. مو مساله شو بده الخيال،
عم بقول لك انا شرحت لك الميكانيكيه شلون بتصير يعني ديكتاتورية. انت شفت الصوره، انت خلقت صوره. طيب استاذ اصدق خلقت صوره، تكتشف انه الصوره اللي قدمها المخرج والسيناريست ليست هي الصوره تبعها، بصير احباط عام بشكل عام للي قريان. السؤال هون اذا هو السؤال الاخير، بحال كان العكس يعني مثلا حدا شاف الفيلم بعدين قرا الروايه، هون وقتها ما حيترك لخياله العنان انه ممكن نتخيل الشخصيات رح يرتبط بالفيلم اكثر، يعني مثلا مثل حسيبه، اذا حدا شاف الفيلم بعدين قرر يقرا روايه حسيبه ممكن هون ما خلص هو ارتبط بالفيلم ما عاد يقدر يطلق لخياله العنان. حسب قدرته الإبداعي، حسب قدرته الأدبية. نعم. فهمت شلون؟ إذا كان من النوع اللي بيقول لك بيقرأ التاريخ بالمسلسل هذا ما فادي منه. وحسب نعم. المخرج كمان قديش اختار شخصية حسيبة على الأقل بقدر المستطاع قريبة من حسيبة الرواية. طيب أنا بدي أقطعكم عشان آخر سؤال، آخر نعم. سؤال بيختم معك أستاذ خيري، قديش هلأ أنت خايف إنه بطل تشتاق للشام بعد كل هالقطيعة؟ أنا أول مرة بحياتي بغيب عن الشام فترة طويلة 4 سنين. أول مرة بحياتي ما غبت عنها أكثر من فترة، يعني ما كنت بطالب بمصر غيب عنها 6-7 أشهر بس مو أكثر، وترجع وتسافر طبعا. أما 4 سنين فعلا أنا خايف هلأ من شيء كتير تغير بزماني. أول شيء مثل ما قلت لك بيتي الريفي والمزارع دمروا تماما، سرقوا ونهبوا وأحرقوا تماما، البيت ما بعرف شو رح يصير فيه. إمتى بيقرر واحد يعني من حلال زيني ما بتعرف. طيب بتخاف انه تبطل تشتاق؟ لا الشوق موجود، لا يمكن يروح الشوق. ممكن حدا يحل محله للمدينة؟ لا مدينة تانية؟ لا 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 ما حسيت في مدينة تانية بتحل محله، إلها نفس خاص، دمشق تحديدا إلها نفس خاص لا ينافسها فيه أحد. صح. طب الخراب الاقتصادي ممكن يخلي واحد ما يرجع على بلده مثلا، لو راح لا سمح الله البيت غير البيت الريفي، ممكن مثلا ما صار في عودة، هل الارتباط وجداني أو يعني بس ممكن لما يكون في أمان واستقرار بيصير وضع مختلف يعني. يعني ما بيصير هذا رجم بالغيب، ما بنعرف شو رح يصير. نعم على كل على كل نحن متفائلين متفائلين وان شاء الله دايما. كلنا ياتنا نرجع على الشام أكيد. يعني ونمارس حياتنا الطبيعيه هناك، وتكتب استاذ خيري عن فتره ال4 سنين اللي غبتها، تكتب عنهم وانت بقلب الشام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نحن بدنا نشكر المفكر السوري والروائي الاستاذ خيري الذهبي، وايضا الاعلامي الاردني محمد جميل خضر، وشكرا للمستمعين، وشكرا للي ساعدونا بالحلقة. أستاذ خيري خليك طاقة إيجابية، وهيك ونحن ناطرين شغلك قريبا جدا. في عنده شيء مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله. وكمان مثل ما قلنا بدنا نشكر مشهور على هندسة الصوت، وعبد اللطيف كان كمان معنا بقسم التواصل وأيضا الإعداد، وكان معكم هاني موعد عمر حمادي من خلف المايك. شكرا لكم. شكرا. أهلا.